بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا ثابتين في إيماننا، حريصين على سلامة إسلامنا، وطالبين القمة في مستوى الإحسان يا ربنا. آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على من أراد الإفساد في ملك الرحمن. نأخذ قلنا الآية 97 من سورة النحل، ذا بيز، مش ذا بي، خاطر مني سميها بالإنجليزية ذا بي، وإحنا النحل هي جمع، النحل هي الفرد. إذا نقول ذا بيز كما الفرنساوية نقول ذا بي، ما نقولوش لا بي. من عمل صالحا من ذكر أنثى، حيث ما زايد عند ربي إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لا تقول يا ذكر خير ولا أنثى أقل خير، لا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم، وقال ربي قال فلنجزينهم ولنجزينهم، هنا قال ف وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وذكرنا هذه السورة طيبة العيش، الحياة الدنيوية، فيما في الشريط الذي سبق. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رجعت نزل من أن الذين صبروا أجر بأحسن ما كانوا يعملون، هنا ما كانوا يعملون. أي فهمتوا القرآن ما فيش نشاز وما فيش ديزارموني ولا لاكلوريسم أناكرونيسم، ما كل شيء ياخو مكانه الزماني ومكان المكاني، صح التعبير. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان بحق الرحمن.